بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، نقدم لكم اليوم المحاضرة الأولى من مادة فيزياء الفلك، الكورس الأول. هاي المحاضرات هي بالبداية راح نعطي محاضرات الكورس الأول، بعدين نعطي محاضرات الكورس الثاني. فاليوم المحاضرة الأولى اللي هي موضوعها الشمس، ضصاً. تعتبر الشمس من النجوم القريبة إلى الأرض، يعني هي أقرب نجم إلى الأرض، وباقي النجوم تكون بعيدة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها إلا بشكل نقاط مضيئة في السماء. أما الشمس على العكس من ذلك، نراها بشكل قرص غازي مضيء، وذلك لقربها من الأرض. طاقة الشمس، شمس تعتبر مصدر رئيسي للطاقة على الأرض، طاقتها تنتج من عملية اندماج نووي، يعني اكو نوى مع ذرات تندمج وتولد ذرات اخرى لعناصر اخرى. عندنا اربع نوى من الهيدروجين يسموها البروتونات، يعني هاي نظائر الهيدروجين يسموها البروتونات، راح تندمج تكون لي ذرة هيليوم واحدة فقط. هاي ذرة الهيليوم كتلتها اقل من كتلة اربع ذرات هيدروجين بمقدار معين، هذا المقدار من الكتلة راح يتحول الى طاقة وفق معادلة اينشتاين بين الكتلة والطاقة، اللي تقول انه الطاقة الناتجة من التحول تساوي لي كتلة المادة المتحولة، يعني هذا الفرق ما بين الكتلة، ما بين كتلة الهيليوم الناتج وكتلة الهيدروجين المندمج، راح اضربه في مربع سرعة الضوء يعطيني مقدار من الطاقة. هذا الطاقة راح تمثل طاقة الشمس. طبعا هذه طاقة هائلة جدا، من نعرف مقدار الذرات اللي مندمجة ومقدار الذرات المتكونة نعرف انه هذه الطاقة هائلة جدا. كتلة الشمس تشكل حوالي 99.9% من كتلة المنظومة الشمسية أو المجموعة الشمسية. باقي الكواكب ومن ضمنها الأرض تشكل 1%. أدنى بعض المعلومات اللي هي عن الشمس. متوسط البعد الأرض عن الشمس، يعني الأرض طبعا لها بعد، يعني مرة ما تكون بالحضيض، يعني تكون أقرب ما يكون للشمس، بعدين لأنه الأرض تدور حول الشمس بدوران قطع ناقص، مدار الأرض يكون هو مدار قطع ناقص، فمرة تكون بعيدة مرة تكون قريبة. نأخذ المعدل، فمعدلها 149.6 × 10^6 كيلومتر، يعني تقريبا نقول مثلا 150 مليون كيلومتر. القطر الزاوي الظاهري إلها، يعني أنا مثلا من أجي أشوف قطر الشمس كم درجة، يعني كأنما أنا أجي هذا القطر الشمس الموجود أقيس المسافة منا لهنا، إيش قد قطرها الزاوي؟ يعني إذا خليت دائرة وخليت هذا الشمس على هاي الدائرة، إيش قد يعطيني قرص، يعني إيش قد قطر الزاوي مالتها؟ يعني إذا مثلا الشمس تقابل لي، يعني مثلا قطر الشمس يقابل لي زاوية، يعني هاي قطر الشمس هنا حيقابل لي في الزاوية معينة، هاي الزاوية مقدارها 31.59 دقيقة، يعني بدنا نقول 32 دقيقة قوسية. أما كتلة الشمس فتقريبا حدود يعني 2×10^33 غرام. القطر الحقيقي للشمس، احنا قبل شوي قلنا القطر الزاوي أو الظاهري، القطر الحقيقي يكافئ 1.4×10^6 كيلومتر، في 10^6 كيلومتر. بما أنه عندنا قطر الشمس وعندنا كتلتها، نقدر نعرف الكثافة مالت الشمس. طبعا طرق قياس القطر والكثافة أكو طرق معينة، طرق يسموها طرق قياس فلكية الأسترومتري، هاي احنا حاليا ما راح نتطرق لها. ف بمعرفة القطر ومعرفة الكتلة نقدر نطلع كثافة الشمس اللي هي 1.4 غرام على السنتيمتر المكعب. لاحظ انه كثافة الشمس جدا قليلة بسبب انه هي كتلتها تتكون من الغازات وليس من المواد الصلبة. سرعة الافلات من سطح الشمس 618 كيلومتر بالثانية، يعني حتى الجسم يقدر يطلع، يعني هاي فشي نظري لأنه الجسم إذا وصل للشمس راح يتبخر، بس يعني فشي نظري مقارنة بسرعة الإفلات من سطح الأرض. فسرعة الإفلات من سطح الشمس، يعني إذا عدنا مثلا فد مركبة فضائية على الشمس تتغادر الشمس، لازم تنطلق بسرعة مقدارها 618 كيلومتر بالثانية
يلا تقدر تتغلب على جاذبية الشمس وتطلع. جاذبية الشمس أو تعجيل الجاذبية الشمسية، يعني تعجيل شلون تعجيل أرضي، تعجيل الجاذبية يعادل لي 27.8 من التعجيل الأرضي. يعني تعجيل الأرض إذا 9.8 أضربه في 27.8 راح يعطيني التعجيل الشمسي. أما دوران محور الشمس مع العمود، الشمس دورانها مع العمود على مستوى مدار الأرض، يعني مستوى مدار الأرض الشمس تميل، يعني محور دوران الشمس يميل على من عن مدار الأرض بزاوية مقدارها 7 درجات و10 دقيقة. طبعا الشمس تدور حول محورها، تدور حول محور دورة حركة مغزلية spin. هاي الدورة تختلف من منطقة إلى منطقة، لأنه الشمس هي مو كتلة واحدة، مو مادة صلبة، لا، الشمس عبارة عن غازات، فبكل منطقة حيكون سرعة الدوران تختلف عن سرعة الدوران المنطقة الأخرى. فبخطوط العرض المتوسطة تكون سرعة الدوران 28 يوم، 34 عند الأقطاب. فلاحظ أنه أكو اختلاف ما بين الأقطاب وما بين خطوط العرض المتوسطة. اعتقد ايضا 25، ها 25 تكون عند خط الاستواء، فنشوف اكو تفاوت ما بين بالسرعة بالمدة، يعني تفاوت ما بين المدة تقضي معناها سرعة تختلف. دورانها ايضا الدور حول مركز المجرة، مجرتنا تدعى مجرة درب التبانة، او ايضا يسموها الطريق اللبني ملكي واي، هاي تسميات قديمة، يعني العرب كان يسموها درب التبانة، الاغريق سموها الملكي واي، يعني الطريق اللبني. فسرعتها تكون 250 كيلومتر بالثانية حول مركز المجرة. أيضا عندنا الطاقة اللي تصل للأرض من هاي الأشعة الشمسية، أشعة شمسية أكو طاقة تستوصل للأرض، أكو طاقة تنطلق، أكو طاقة تصل. الطاقة الواصل للأرض هي 1.94 كالوري، يعني سعرة حرارية لكل سنتيمتر مربع ولكل دقيقة. اما الطاقه الاجماليه اللي تبعثها الشمس للفضاء، يعني احنا مو بالضروره كل الطاقه اللي تبعثها الشمس للفضاء راح تجينا، راح يجينا مقدار معين، هذا قلنا عليه اللي هو 1.94. اما الطاقه اللي تبعثها الشمس للفضاء راح يسموها النورانيه، يسموها النورانيه اللومينوسيتي، مقدارها 3.83 × 10³ ارج على سكند، ارج على سكند. طبعا اقدر احول الارج الى واط، فبنصير واط على سكونت راح يعطيني، راح يعطيني جول. اما حرارة باطن الشمس فتصل الى 14 مليون درجة كلفينية او مطلقة مثل ما نقول، يعني بعد حولها على السيليزي تطلع تقريبا 15 مليون، هذا باطن الشمس. اما السطح الشمسي، حرارة سطح الشمس هي 5800 كلفين. طبعا التحويل ما بين الكلفين والسيليزي تعرفوا، حنخاف مثلا نذكر مرات اكو بعض البيانات نذكرها بالسيليزي، اكو مرات نذكرها بالكلفين. طبعا الكلفين يعني علميا تطبيقه داخل الفلك يكون اكثر من السيليزي، قوانين تكون بالكلفين. الشمس طبقات الجو مالتها تختلف، فراح نجي نتطرق الى طبقات جو الشمس والظواهر السطحيه. بالبدايه عندنا الطبقات الداخليه، وراها الطبقات الوسطى، وايضا عندنا الاجواء. بالنسبة للطبقات الداخلية عندنا أول طبقة اللي هي بالمركز يسموها الكور، اللب. هاي اللب تكون داخل الشمس تحدث فيه التفاعلات الاندماجية، وهاي تأخذ تقريبا ربع من نصف قطر الشمس، يعني ربع نصف قطر الشمس، يعني تقريبا نقدر نقول مثلا ربع العمق مالت الشمس، ربع العمق مالت الشمس. ومن عند الحرارة تنتشر إلى باقي الأجزاء. طبعا قلنا حرارتها 15 مليون درجة سيليزية، أو نقدر نقول 14 كلفن. الأرقام مو مطلوب الحفظ بالمناسبة، الأرقام هنا هاي كلها للإطلاع، مو مطلوب منكم الحفظ، لكن كطبقات داخلية تعداد هذا مطلوب، لكن كأرقام لا، الأطلام لا، الأرقام مطلوبة ولا الرسم أيضا مطلوب، إن الصور كلها للإطلاع وللإثراء. طبقة الإشعاع عندنا أيضا طبقة وراء طبقة اللب، هي طبقة الإشعاع اللي هي راديتيف زون. هذه طبقة الإشعاع تنتقل الحرارة للسطح عن طريق الإشعاع، وتأخذ تقريبا 68% من نصف قطر الشمس، يعني عمقها 68. زين نجي نحسب 25 و68، شوف ايش قد يبقى لنا بعد. عندنا طبقة الحمل اللي هي convection zone،
هاي طبقة الحمل، يعني الحرارة تنتقل بها عن طريق الحمل. من اللي ينقل الحرارة؟ الغازات، الغازات الشمسية مثل الماء المغلي ترتفع من الجزء الداخلي إلى الخارج. شلون؟ عن طريق الحمل. يعني هاي الغازات هي عبارة عن بلازما، يعني غازات متأينة اللي هي حالة البلازما. هاي الغازات إذا كانت ساخنة ترتفع والباردة تهبط، وهكذا تنقل الحرارة عن طريق طريقة أو عن طريق الحمل هي convection. هاي تأخذ تقريبا 98% من نصف القطر، يعني أعتقد هي مو هيك شكل، يعني 98 بالـ10%، يعني تقريبا هنا أكو فت خطأ، يعني مفروض يعني يصير مو هالشكل، وإنما نقدر نقول يعني 98 بالـ10%. هذا بعدين شيكه، وإذا أكو فت ملاحظة راح تنزل بالتعديل على المحاضرة. حرارتها تكون تقريبا 1 بالـ10 مليون، يعني 1 بالـ10 درجة سيليزية. الطبقة الوسطى اللي هي يسموها الطبقة الكرة، طبقة الكرة الضوئية اللي هي فوتوسفير، فوتو معناها ضوئي، سفير معناها الكرة. هاي الطبقة تكون مرئية. قبل هاي الطبقة لا يمكن رؤيته. إذن هاي الطبقة مرئية، قبلها لا يمكن رؤيته. خوش. يعني احنا مثلا من 25 الى 68 راح يكون عندي نصف اللوب، وراها 68% الاشعاع، وراها 98%. هسه نشيك اشوف احتمال بها اشكال ونعطيكم البيانات الصحيحه. على كل هي مو مطلوبه للحفظ لكنه للاطلاع. فالطبقه المرئيه تكون هي يسموها طبقه الكره الضوئيه، تفصل ما بين الشمس وغلافها الجوي. يعني لهنا وصلنا احنا الى بعدنا بالطبقه تفصل ما بين الشمس، يعني هاي اخر طبقه موجودة بسطح الشمس، وراها شنو؟ ننتقل للغلاف الجوي الشمسي. هذه تكون ما بين 98% إلى 1 من نصف القطر، يعني معناها توصل إلى نهاية نصف القطر، يعني 1 معناها سطح الشمس. شو نصف قطر الأرض؟ يعني نوصل لسطح الأرض، خلاص انتهينا. هاي الطبقة قلنا هي الطبقة المرئية، جواها معتم لا يمكن رؤيته، يعني احنا هاي نشوفها لكن جواها ما نقدر، كله عن طريق يعني البيانات والمتحسسات، الأطياف تجينا نقدر نعرف، لكنه كرؤية لا يمكن رؤية ما خلف هذه الطبقة الضوئية. كثافتها 1 بالـ1000 من كثافة الهواء الجوي، ودرجة حرارتها تقريبا قلنا 5537 سيليزي. هاي نلاحظ هنا الطبقات اللي موجودة، هذا الكور، هاي الراديتيف زون، هذا كونفكتيف زون، هذه، واخيرا نوصل المن للفوتوسفير اللي هي هذه، هاي طبقات جو الشمس. طبعا يكون ايضا ظواهر سطحيه موجوده هنا، بعدين نجي نطرق لها. طبقه الغلاف الجو الخارجي، هسه احنا خلصنا من طبقات الشمس، طبقات سطحيه، ننتقل الى غلاف الشمس اللي هو الاتموسفير. طبقات الغلاف الجو الخارجي هاي طبعا تعتبر نفاذ للضوء، يعني نقدر نرى ما تحتها. تبدي بالطبقة القالبة اللي هي reversing layer، هذه سمكها حوالي 1609 كيلومتر. هاي حددوها بني بقية الخواص تحدد من خلال الكسوف الشمسي. كثافتها تنقص تدريجيا إلى أن توصل إلى 5×10⁻³. كل ما نرتفع كل ما الكثافة تنقص، في حين الحرارة تزداد، كل ما نرتفع كل ما حرارتها تزداد. في الحالة ذرات الغاز بهاي الطبقة تمتص الفوتونات الضوئية المنبعثة من الكرة الضوئية، تمتصها، وشي يصير عملية أطياف امتصاصي، يعني راح يكون عندي طيف امتصاصي، يعني خطوط سوداء بالطيف اللي هو طيف الشمس اللي يكون عبارة عن طيف مستمر continuum. وراح نجي الطبقة الملونة، الطبقة الثانية من طبقات جو الشمس، الطبقة القالبة، الطبقة الملونة. الطبقة الملونة هاي تكون متوسطة في الغلاف الجوي، يعني وسطانية مثل ما أقول. متوسط سمكها 9654 كيلومتر، ارتفاعها 2500 كيلومتر.
أما درجات حرارتها فتزداد بشكل سريع من 4000 إلى 999 ألف سيليزي. لاحظ أكو ازدياد في درجة حرارة في حين الكثافة تقل من 8 في 10 أس ناقص 8 إلى 10 أس ناقص 14. يعني كل ما نصعد كل ما الحرارة تزداد الكثافة تقل بسبب زيادة يعني الانحدار في درجة الحرارة. لاحظ أنه أكو زيادة فالخطوط الطيفية تكون انبعاثية. طبعا الخطوط الانبعاثية معناها شنو؟ معناها أكو انبعاث. إذا أكو عندنا زيادة في درجة الحرارة معناها أكو انبعاث للطيف. المن للهيدروجين، هيدروجين يسموه اللمدا اتش 6563 انجستروم، عند هذا الطول الموجي راح يكون عندي خطوط انبعاثيه للهيدروجين، لونها يكون لون وردي. هذا اللون الوردي نقدر نشاهده عند الكسوف الكلي للشمس. يظهر بشكل وميض عند الحافه المرئيه للقرص. واخيرا الطبقه الاخيره اللي هي طبقه الاكليل اللي يسموها الطبقه التاجيه اللي هي الكورونا، بس كورونا مو فيروس لا، وانما طبقه الاكليل التاجي الشمسي. هاي الطبقه تكون فوق الطبقه الملونه ولا يمكن رؤيتها بالعين المجرده، فقط عند الخسوف الكلي للشمس يمكن رؤيتها وترصد. سمكها 1,006,000 كيلومتر وحرارتها مليونين و222,204 سيليزي. تحتوي على معادن مختلفة، غازات. طبعا المعادن على شكل غازات، يعني هي معادن لكن على شكل متبخرة، يعني ولا هي مو معادن صلبة مثل ما نعرفها. وذراتها طبعا هاي الغازات تكون ساخنة، هي غازات معدنية ودرجة حرارتها بالغة عالية جدا بحيث تأينت فقدت الذرات الخارجية. ويمكن حساب معدل الطاقة الحركية مالتها عن طريق هاي العلاقة. معدل الطاقة الحركية للغازات هو نصف M في V سكوير ويساوي لنا 3 على 2 K في T، حيث أن M كتلة الجزيئة الواحدة و V سرعتها الفعالة و K هو ثابت بولتزمان اللي هو 1.38 في 10 ناقص 23 جول على كلفن ناقص 1. و أيضا الأطياف بينت أنه ذرات الحديد فقدت 13 إلكترون، الكالسيوم والنيكل والأرجون فقدت 14 إلكترون، يعني الأيونات يعني العناصر اللي صارت ايونات فقدت كم الكترون فصارت ايونات عن طريق الخطوط مالت الطيف مالتها. الطاقه مالتها تكون في منطقه فوق البنفسجيه البعيده، يعني معناها طاقتها جدا عاليه. وطبعا كثافه الغاز تكون قليله جدا. وشكل وحجم الاكليل يرتبط بدوره الكلف الشمسي او البقعه الشمسيه، يعني اكو علاقه ما بين البقعه الشمسيه والاكليل. فتكون شكل الاكليل كروي او بيضاوي. عندما يكون النشاط الشمسي اقل ما يمكن يكون شنو؟ يكون بيضاوي الشكل. اما يكون عندما يكون في ذروة نشاط شمسي يكون شكل الاكليل كروي. طبعا الاكليل جزئين، الاكليل كي كورونا وهو اشد سطوعا واقرب للشمس، وعندنا اف كورونا اللي هو الاكليل اف واللي هو اقل سطوعا ويكون ابعد عن الشمس. هذا الجزء الأول من المحاضرة الأولى على مود الحجم، راح نتوقف ونكمل الجزء الثاني اللي هو يتضمن الظواهر الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.